دنتهي من جديد أجدد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب قناة شوب تي في، أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن، مباشرة من مدينة دملات، أجواء ليلية ساحرة بأجمل مدن إقليم آزيلال. رغم برودة الطقس إلا أنه الأجواء هنا ساحرة، أجواء رائعة بعد العاشرة ليلا. طبعا الحال كيف هي الأجواء عندكم؟ هنا أجواء باردة، طقس بارد هنا في سفوح مرتفعات الأطلس المتوسط. هذه الأجواء العامة هنا مشاهدينا متابعينا الكرام بمدينة دمنات، أحد أجمل المدن بإقليم آزيلال. إذن متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، أجدد الترحاب بمن التحق بهذا البث المباشر في هذه اللحظات في هذه الأثناء مباشرة من مدينة دمنات. بطبيعة الحال أسقاس مينو، أسقاس إغودان، أسقاس أمباركي. بطبيعة الحال ليلة رأس السنة الأمازيغية، أسقاس مينو لكل الأمازيغ. بطبيعة الحال أجواء رائعة وخلابة مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، من هنا من أحد أجمل مدن إقليم آزيلال هي مدينة دمنات. وبطبيعة الحال هذه الأجواء فريدة من نوعها، الجو بارد ورغم برودة الطقس إلا أنه أجواء استثنائية، أجواء رائعة هنا مشاهدينا متابعينا الكرام بمدينة دمنات. درجات حرارة باردة شيئا ما، ولكن الأجواء هي استثنائية مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في. وبطبيعة الحال هذه الأجواء توحشناها بزاف لأنه برودة الطقس تغري بالمشي، التمشي واكتشاف المكان، اكتشاف المدينة. بطبيعة الحال مشاهدينا متابعينا الكرام دي الأجواء العامة هنا بعد العاشرة ليلا في ليلة رأس السنة الأمازيغية، أسقاس مينو، أسقاس غودان، أسقاس أمباركي لجميع أمازيغ المغرب وأمازيغ العالم بطبيعة الحال. إذن متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، هذه الأجواء العامة هنا. هذه الأجواء العامة، هذه أحوال الطقس الحالة الجوية هنا مشاهدينا متابعينا الكرام. منطقة دمنات أو مدينة دمنات معروفة ببردها القارس في فصل الشتاء، معروفة بصعوبة تضاريسها الجبلية، ولكن بيني وبينكم منطقة رائعة يجب اكتشافها بطبيعة الحال وأخذ وقت واستمتاع بين أحضان الطبيعة والمناطق الجبلية المتواجدة بجنبتها وكذلك بضواحيها مشاهدينا متابعينا الكرام. هذه الأجواء العامة هنا متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، وبطبيعة الحال منطقة يحبذ اكتشافها وزيارتها، منطقة رائعة مشاهدينا متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها،
مع تحيات أخوكم طارق دائما. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أمسيتكم وليلتكم سعيدة، وإلى اللقاء.